دكتور سامي، احنا وصلنا لاخر فقره وهي انت مين. لو اقول دكتور سامي انت مين، تقول لي اسمك بالثلاثي واسرتك ايه، عايش ازاي، الكلام سامي ده. السيد عبد العزيز مصطفى، مواليد قسم النظام محافظه الشرقيه. نعم. شاءت الاقدار البيت اللي انا كنت فيه كان جنب منه شركه المشروعات للنقل، اللي كان السادات الله يرحمه رئيس السادات كان هربان وشغال عتال فيها سبحانه وتعالى. الآن أبلغ من العمر من غير لف ودوران 18/9 اللي جاي 71 سنة ما شاء الله، الحمد لله. متزوج من الدكتورة إيمان نعمان جمعة، زميلة ليا في الكلية. نعم. وهي خريجة السوربون الأخرى في التخصص الإعلام الدولي. ربنا أكرمني بنورهان الكبيرة، إنها هي مواليد 94 مواليد 95 آسف، ونعمان مواليد 97. الاثنين متفوقين بفضل الله، دخلوا القانون مش عشان كان جدهم بتاع القانون. دي نورهان بنتي يوم تخرجها. عندها احفاد؟ نعم. عندها احفاد؟ لا دي لسه، لا لسه. دي في الجيل بقى اللي هو بتاع ما حدش يكلمني في الجواز. ده قرار يعني. ايوه. فدي يوم حصولها على الليسانس من السوربون مشترك مع او القاهره. يا رب. ربنا يسعدها. ذكيه، ذكاء خارق. دي. ده نعمان برضو يوم تخرجه من الليسانس الحقوق برضو مع السوربون مع حقوق القاهرة. وده يا سيدي اللي أنا قلت لك أنه خد القرار أن يكون فوتبول كوتش. هوايتك إيه غير العلم واللي أنت تبحرت فيه ده؟ مش هتصدق، الإنصات للغناء ثم مشاهدة الكورة. تحب الأغاني القديمة؟ يا خبر أبيض يا كابتن مصطفى، أنا غصب عني كابتن مصطفى أنا لن أنسى أني مشيت من ميدان العباسية إلى حدائق القبة في يوم خميس في حفلة أم كلثوم، لأن الكهرباء كانت قاطعة في بيتنا، فكنت رايح أروح عند خالتي أسمع أم كلثوم على الراديو بالليل. إيه الأغنية اللي هي بترجعك للزمن الجميل؟ أم كلثوم؟ أم كلثوم. لو قلت لك الاطلال بتعمل فيا ايه؟ الاطلال لسبب الصور الخياليه اللي فيها يا كابتن مصطفى. الالفاظ يا حبيبي زرت يوما ايكه، تقعد تفكر في كلمه ايكه دي تطلع انه العش. ايه يا كابتن مصطفى ده؟ انا عرفت نقطه ضعفك فيها. يا كابتن مصطفى يا لا لا يا كابتن مصطفى، وعدونا فسبقنا ظلنا. ايه ده يا كابتن مصطفى؟ في حد بيسبق ظله يا فندم؟ لا ما ينفعش. ايه الايماجينيشن؟ ايه الخيال ده يا راجل؟ فعدونا فسبقنا ظلنا، هل راى الحب سكار؟ ايه ده يا كابتن؟ لا، رقي الكلمه ولا رقي اللحن؟ لكن مخها بسم الله ما شاء الله. كابتن مصطفى بتحب الاكل؟ لا مش غاوي قوي خالص. ايه الاكل المفضل ليك؟ بامانه شديده الكشري. الكشري؟ انت زيي. بحب الكشري حقيقه. طيب في اكله معينه انت بتحب تعملها؟ لا انا ماليش في ده خالص خالص خالص. تعرف تعمل بقى ايه، سندوتشات، شاي، قهوه، الكلام ده، ولا مالكش برضه؟ لا لا اجيد هذا خالص. انما سبحان الله تعالى ابني يمكن نتيجه يعني انه مش لاقي شغل بيعمل اكلات. بيعمل اكلات وموهوب ما شاء الله. والله يفتح بقى يبقى شيف كبير قوي. وانا قلت له يا ابني سيبك من المدربين عشان يفهموا. طيب ليك في السوشيال ميديا؟ طبعا غصب عني، ولكن مراقب اكثر مني متفاعل. مراقب اكثر من اكبر من اكثر مني متفاعل. طيب انت بتحب الافلام الابيض واسود؟ جدا جدا. ايه الفيلم اللي بيعجبك؟ لو قلت لك فيلم بتاع فاتن حمامه اللي هو بتاع هنادي. بتاع هنادي كروان. دعاء الكروان. دعاء الكروان. يا خبر ابيض، انا لما بشوف فيلم ده كابتن مصطفى عايز اقول لك كمية، أقول إيه، التركيز اللي سبب أداء أحمد مظهر وأداء فاتن حمامة. لا لا, لا. وكان معاهم ناس أمينة رزق. إيه ده؟ إيه ده؟ وزهرة العلا. إيه ده يا كابتن مصطفى؟ لا يا كابتن مصطفى، فن زمان. لا يا كابتن مصطفى، لا دكتور سامي.